بقى صعب علينا كتير، وعم نتعذب، ولا اكل ولا شرب ولا تعتير. خلي على الله احسن يكون، نطلب من ربنا منو عم يلبينا وغيره منو عم يلبيني. ونهروش وبدنا فشخة لقدام، ما بدنا فشخة لورا، وما عارفين شو بده يصير فينا. وعن الحصار مين محاصركم هون يا خال؟ حصار بشار الأسد والجيش مين بحاصرنا؟ ليش لك بلا أكل؟ إلي من أنت بدي أقول لك؟ إلي هلا 5 شهور بشوف ترغيف الخبز على المرأة عايشة، ونتفت برغل بنعمله شوربة، نصرني ونصرنا نتفت رز بنعملها شوربة، وهي اللي قاعدين عليها. بسم الله الله يفرج يا هلا إن من على بكرة الصبح من امبارح ما أكلنا. الله يفرج يا رب. الله يحفظك.